لا يا جماعه عشان خاطر عايزين لسه في كيس كتير على فكره، عايزين نخلص الكيسز، عايزين نقول الافكار كلها، مش عايزين نسيب حاجه بقى ان شاء الله. يلا يا جماعه بص بقى، 23 سنه woman underwent a dilatation and curettage for an incomplete abortion 3 days previously. يعني واحدة عندها 23 سنة، أنا بحل كيس 27، كيس 27 بيج 220. واحدة 23 سنة female underwent a dilatation and curettage for an incomplete abortion من 3 ايام، يعني واحدة جات لنا عندها incomplete abortion، عملنا لها دي اند سي من 3 ايام. بعد دي اند سي المفروض عملنا فضينا الرحم بقى، يعني بعد دي اند سي المفروض البليدنج بيقل، المفروض البين بيختفي، لكن هنا حصل حاجة غريبة أوي. She complains of continued vaginal bleeding and lower abdominal cramping. يعني هذه الفيميل غريبة أوي، الفيميل دي يا دكاترة عملنا لها دي اند سي ولسه عندها بليدنج ولسه عندها بين، واضح إن هي لسه ما فضيتش، يعني لسه في كونتنتس جوه، في ريمننتس جوه. يعني بعد دي اند سي المفروض البين يروح، بليدنج يختفي، لكن لسه في بليدنج، لسه في بين، واضح إن لسه في ريمننتس عندنا. Over the last 24 hours she notes significant fever في chills والاكزامينشن حرارتها عاليه وبلاد بريشر 90 40 وط شويه من الحراره العاليه فالضغط بيوطى شويه داخله كده على شكلها كده داخله كده والباص بدا يبقى رابد داخله كده على سيبتك شوك واضح يعني the cardiac examination reveals tachycardia and lungs are clear there is moderately severe lower abdominal tenderness. Pelvic examination shows the cervix to be open 1.5 سنتيمتر يعني سنتي ونص. بص يا كاتب في الكمبليت ابورشن السيرفكس بيقفل، طالما السيرفكس لسه مفتوح يبقى لسه في كونتنتس جوه، يعني العينه دي يا دكاتره اكيد فيها ريمننت بعد العمليه اللي اتعملت. عرفنا مين الريمننت دي بقى؟ ايه علامات الريمننت عندنا؟ ان انت عملت كحت لسه في بقايا جوه، تعرفها منين؟ انا عندها بليدنج، العين عندها لسه بين، المفروض بعد ما كحت انتهى الموضوع بقى البين يختفي، البين يختفي. العين كمان عندها السيرفكس مفتوح، لما فضي اليوترس السيرفكس المفروض يقفل، لسه مفتوح ليه؟ يبقى اكيد في ريمننت. واضح كمان حصل على زير ريمننتس اون توب حصل عليه انفكشن، فالحاله دي عباره عن سيبتيك ابورشن، سيبتيك ابورشن. طيب اللوكوسيتيك كاونت از 20,000 عالي، عندها لوكوسيتوزس والهيموجلوبين نورمال ويور اناليسيز ما عندهاش حتى يو تي اي، يعني ممكن يكون عندها يو تي اي يعمل نفس البيكتشر، دي ما عندهاش يو تي اي لان هنا البلس سيلز 2 واي بلس سيلز بير هاي باور فيلد، ما عندهاش يو تي اي، يعني ده واضح ان هي انفكشن على الريمننت الموجوده جوه، دي حاله سيبتيك ابورشن. الموست لايك دايجنوزيس سيبتيك ابورشن اون توب على مين بقى؟ على ريتيند بارتس. ايه النكست ستيب ان ذا مانجمنت؟ ايه يا جماعه النكست ستيب بقى؟ هنعمل لها ايه؟ النكست ستيب يا دكاتره هي ريسسيتيشن بحاجه بقى، بص بقى عشان خاطر اللي هو اللي يحضر معايا بري تيست زي ما احنا خدنا امبارح دوت في اللي مدينه نصر، ريسسيتيشن لاي واحده سخنه ليه نظام معين اسمه بدكان فنان. يعني ايه بدكان فنان بقى؟ اي واحده سخنه يا دكاتره بنعمل لها بدكان فنان، يعني بيد ريست بدكان فنان. عباره عن ايه بدكان فنان؟ عباره عن ايه بقى؟ عباره عن بيد ريست. بيد ريست يا كاتب سيمي سيتنج. ليه بيد ريست سيمي سيتنج؟ ليه بدكان فنان؟ علشان خاطر تبقى قاعده مش نايمه، عشان لما تقعد يا كاتب يحصل بيتر درينج، تبقى قاعده مش نايمه، لما تنام مش هيبقى في درينج كويس، لما تقعد كده سيمي سيتنج يحصل درينج كويس. الدي دايت تاكل كويس، تاكل كويس ليه؟ علشان لما تاكل تقدر تقاوم المرض، يبقى جود دايت. السي كومبريسز نعمل لها كمادات ميه فتره، لا عايزين تلج ولا ميه سخنه، التلج ده على فكره مش حلو. الكمادات من حنفيه لان لو حصل يا دكاتره كمادات تلج هيصاب فازكوستريكشن، والفازكوستريكشن ده يا دكاتره هيقلل اللي هو الراديشن اوف هيت،
مش عايزين تلج، عايزين كولد كومبريس، كمادات ميه فتره من الحنفيه بس. ال AN هي انتي بايوتكس. ببدا الاول ببرود سبيكترم انتي بايوتكس لغايه ما تيجي الكالشرز، بعد كده واديها لسبيسيفيك انتي بايوتك. يعني برود سبيكترم، بعد كده لما تيجي الكالشرز اديها بقى لسبيسيفيك انتي بايوتك. ال اف اي في فلويدز، نديها فلويدز كتير قوي عشان نعمل كده زي كده فورس دايوريسيس، واديها فلويدز الحراره تنزل، فبديها فلويدز بقى اي في فلويدز كتير قوي، اي في فلويدز حرارتها تنزل شويه. الحاجه الثانيه كمان ان هو يتدخل برضو الدم للكلى يزيد شويه ونمنع رينال فيلير. الاي ان هي انتي بايريتكس والاي ان انالجيسكس. انالجيسكس انتي بايريتكس اي في فلويدز انتي بايوتكس كومبريسز جود دايت وبيد ريست. يبقى ده كانت، خلي بالكم هنا نعملها ريسسيتيشن. نيكست ستيب بقى ريسسيتيشن انكلودنج طبعا الانتي بايوتيك ثيرابي. طب مين كده تعالى دي بعمل لها ايه؟ ترمينيشن بقى ازاي؟ انا عامل ده هنا ترمينيشن ازاي؟ عشان افضي كل الكونتنتس ازاي؟ نفضيها ازاي؟ اوعى حد يكحت، ازعل منه قوي. لو حد لما تعمل ايه؟ تعمل كده. اللي هو ايه بقى؟ نشفط وليس نكحت. لان الاندوميتريم ده بيبقى فيري ايه؟ فيري سوفت. لو كحت يا دكاتره يطلع معاك الاندوميتريم كله، كل اللايرز بتاعته كلها. حتى اللاير الاصليه بقى اللي تحت بقى اللي اسمها ستراتم بيزالز. لو كحتها بوظت الاندوميتريم على فكره. لو شيل الاندوميتريم ده كله تلاقي الاندوميتريم اتكشف يلزق على بعضه، يعمل لك ايه بقى؟ حالة بقى ايه؟ حالة يهودية اسمها ايه؟ اشر مان سندروم. علشان كده ممنوع الكحت في الانفكشن. تشفط وليس تكحت. ممنوع دكاترة الكحت ولكن نعمل شفط. نعمل ساكشن ايفاكيويشن وممنوع نعمل كيوريتج لهذه الفيميل. نعم؟ ما لا هو انا قصدي على ساكشن. قصدي على ساكشن. تعملوا ساكشن يعني دي ان سي هي ساكشن مش ذا كيوريت. طيب هات لي يا دكاتره كيس 29، كيس اللي لا صفحه الرصاده على طول. بص يا جماعه الرصاده بقى على طول يا شباب. كيس 29 بقى 19 سنه جرافيدا 2 بلا 1. 19 سنه جرافيدا 2 بلا 1. يعني ايه جرافيدا 2 بلا 1؟ يعني ايه؟ يعني والده مره وحامل في الثانيه دلوقتي. 9 اسابيع جيستيشن باول يوم في اخر دوره. تمام، 9 اسابيع جيستيشن بقوله في اخر دوره. underwent an induced abortion 2 days previously. يعني اتعمل لها ابورشن بقى واتيفر بقى السبب، يعني قد يكون هنا سوشيال كوز ولا حاجه فتعمل لها ابورشن من يومين. تمام. prior to the procedure she did not have bleeding. ما كانش عندها لا bleeding ولا عندها بين ولا passage of tissue. يعني هم عملوا لها كده الايه؟ الابورشن كده. تمام. She had a slight vaginal bleeding for one day following the procedure. بعد ما عملنا الكحت عليها شويه bleeding. طبيعي ان عملنا كحت جرحنا الرحم عادي جدا، ده العادي يعني، فيحصل شويه bleeding ده طبيعي. يعني حتى الان ما فيش اي مشكله خالص ان واحده لقيت حامل معنا دكاتره 9 اسابيع وتعمل لها induced abortion، واخدين بالكم؟ ما كانش عندها bleeding بس بعد الكحت طلع bleeding، فعادي ما فيش مشكله. طيب otherwise she felt well، كل حاجة ماشية حلوة بس عندها شوية vaginal spotting البسيط دوت. histologic examination of the uterus or trying curettage revealed no chorionic villi. يعني ايه بقى دي بقى؟ يعني كحتنا مالهاش villi. امال فين الفيلاي دي بقى ان شاء الله؟ انا حامل وكحتنا مالهاش villi. ده ايه يا كاتره دوت؟ ده ectopic pregnancy طبعا. ectopic pregnancy واحدة يا كاتره حامل وكحتنا اليوترس no villi، ده بيساوي ايه؟ بيساوي ectopic pregnancy. زي التشخيص اللي هم كانوا بيشخصوا بيه ايام زمان، اللي هو الحمل ايام زمان، اللي هو راجل بقى كان 1950، كان راجل اسمه خافير ارياس ستيلا. الراجل ده كان يكحت العينه، لا في اللاي واحده حامل يكحتها، لا في اللاي يبقى ده انتراي تراين، مالهاش في اللاي ده اكتوبيك. فهنا دي نو في اللاي يبقى دي اكتوبيك بريجننسي. اون اكزامينيشن البلاد بريشر نورمال، هارت ريت نورمال، تمبريتشر نورمال، هارت ولانج نورمال. الابدومين ده بص يا جماعه حتى الكيس يقول لك ايه؟ حتى مفيش اي ابدومينال تندرنس، حتى مفيش حتى وجع ونو ماسس. بيلفيك اكزامينيشن ديمونستريتس ا كلوزد سيرفيكال او سيرفكس مقفول. معايا يا دكاتره؟ و 8 ويك سايزد نون تندر يوترس، يعني يوترس كبير شويه بس نون تندر مش مؤلم. اند نو ادينكسل تندرنس وهير بريجنانس تيست از بوست. بيعلمك حاجه في الكيس ديت. ايه الكيس بيعلمك ايه بقى؟ ان مش ممكن ما تلاقيش الادينكسا فيها اي حاجه ومع كده برضو يكتبك. يعني
يعني ممكن تلاقي ادينكس الكاتا مش تندر، ممكن بكتبك السوير لازم فالوبيان تيوب، ممكن في اي مكان تاني، واخدين بالكم؟ فدي حاله اكتوب بريجننسي اكتوب، هي موست بروبلي برضه هتبقى تيوبال، بس يعني كانت مش معنى انت ما لقيتش حاجه فالوبيان تيوب لماسس ولقيت اي تندرنس مش معنى كده ان هي مش اكتوبك. لا، طالما واحده حامل وجحتنا الرحم ونوفل اللاي ده اكتوبك. طب دي علاجها ايه يا شباب؟ الحاله دي علاجها ايه؟ دي الحاله دي يا دكاتره يا واضح ان ما عندهاش اي مشكله، نعمل لها ايه بقى ديت؟ طيب ممكن دي ميستريكسيت طبعا، ونعمل لها انفستيجيشن برضه لابروسكوب، نخش البطن نشوف بقى الساك فين معايا يا دكاتره، وممكن نعالجها لو احنا لقيناها مثلا بعد كده مثلا فالوبيان تيوب ولا حاجه بعد كده اكتشفناها، نديها ميسوتريكسين. يعني هو هنا اللي هو الموست لايك دايجنوز طبعا اكتوبك، والبروبل ثيرابي للحاله لسه مايلد جدا معايا، ما فيش لا بليدنج ولا في اي ديستربنس ولا في اي حاجه، الفيري ايرلي اللي نسميها اندستربد، يعني الحاله دي ما كانش فيها ديستربنس خالص، الحاله دي اندستربد، لا كان عندها بين ولا كان عندها بليدنج ولا ماشي عادي جدا. اللي انا هقول عليه ان شاء الله في البري تيست المره الجايه بقى اللي هي شهر العسل، يعني شهر العسل يعني ايه؟ يعني فالوبيان تيوب مستحمله البيبي، وليه جوه فالوبيان تيوب مستحمل نقص تغذيه الفالوبيان تيوب، يعني كانت الدنيا ماشيه بيس، واخدين بالكم؟ الدنيا ماشيه كويس لغايه دلوقتي، فدي بنسميها اندستربد. الاندستربد نديها ميستريكسيت، الاندستربد بديها ميسوتريكسيت. يبقى العلاج بتاع الحاله دي كانت عباره عن ايه؟ ميسوتريكسيت اي ام. الجرعه قد ايه يا شباب؟ حد يعرف الجرعه قد ايه؟ ممكن تسال على الجرعه. 1 مللي جرام بير كيلو جرام، 1 مللي جرام بير كيلو جرام او 50 مللي جرام بير متر سكوير، 50 مللي جرام بير متر سكوير، اكتب الجرعه دي مهمه. 1 مللي جرام بير كيلو جرام او 50 مللي جرام بير متر سكوير، 50 مللي جرام بير متر سكوير او 1 مللي جرام بير كيلو جرام. طيب 204 204 كيس 5، كيس 5 دي صعبة جدا بقى. دي يا دكاترة كيس صعبة جدا جدا لأن فيها فكرة جامدة أوي. بصوا يا جماعة إيه الأفكار الفكرة بتاعتها بقى. الحالة دي عبارة عن إيه؟ دي 35 سنة، عشان النكتة همليكم فيها شوية شغل كده. همليكم فيها شوية شغل يا دكاترة. مختلف عن المكتوب في الكتاب شوية. دي عبارة عن 35 سنة. تمام. 8 أسابيع 35 ويك 35 يير أولد وومن أت 8 ويكس جيستيشن. Complains of crampy lower abdominal pain and vaginal bleeding. واضح ان دي الحاله دي عباره عن bleeding in early pregnancy. قد تكون abortion، قد تكون ectopic، قد تكون vesicular mole. معايا؟ bleeding و pain. She states that the pain was intense last night. يعني امبارح كان جامد جدا. And that something that looked like liver. حاجه زي الكبده. باست بير فاجينا، حاجه زي الكبده نزلت من الفاجينا. هو لما اقول حاجه زي الكبده على فكره بفكر اكتر ان يكون بلاد كلوت، يعني مش فاكر ان هي ريمننت، ممكن تبقى ريمننت بس هي شكلها كده زي الكبده كده، شكلها اكتر بلاد كلوت. الكبده بلاد كلوت ولكن قال لك في حاجه نزلت. طيب ماشي اوكي. وبعدين افتر ذات ذا بين سبسايد ريمندسلي، يعني سبسايد جدا. از ديد ذا فاجينال بليدنج اون اكزامينيشن هير بلاد بريشر از نورمال. Heart rate normal, temperature normal, abdominal examination is unremarkable. The pelvic examination reveals normal external female genitalia. كل شيء طبيعي. Cervix is closed and non-tender. مقفول و-non-tender. يعني مش ectopic. No adnexal mass are appreciated. يعني الحالة دي يا دكاترة. الحالة دي كان عندها 8 أسابيع حامل، يعني حامل. وبعدين بعد كده جالها كرامبي لو abdominal pain وفي حاجة نزلت منها. فكر فيه. وهنا دكاترة كل شيء نوت معايا دكاترة ماشي على انه ايه؟ ان بقى خلاص يعني مفيش حمل. الحالة دي ايه يا دكاترة؟ اكتب معايا بقى دكاترة في ثلاث احتمالات لهذه الحالة، ثلاث احتمالات لهذه الحالة. ثلاث احتمالات يا اما وعايز حد يقول لي ليه ما يمشيش؟ يعني ليه الاحتمالات دي كلها؟ يعني الاحتمالات دي ايه رأيكم فيها؟ فكروا معايا، انا هقول لك ثلاث احتمالات ونطبقها على الحالة ونشوف ماشي ولا مش ماشي. زي ما الكلام مكتوب بقى اكتب معايا بقى دكاترة حل الكيس دي عشان دي ممكن تجي لكم اصلا اورال، يعني ده ممكن يجيب لك حالة اورال كده ويسألك فيها. في دكاتره يجي لك حاله تراها ويسالك فيها ديسكشن اورال ديسكشن اخر السنه. الحاله دي ليه ما تكونش حاله دي دكاتره ثريتند ابورشن والحمل مكمل نورمالي بعد كده؟ هل هنا في اي حاجه؟ يعني هنا الحاله ديت كانت ثريتند ابورشن ونزل منها بلاد كلوت وبعد كده البين خف وبليدنج يعني قل شويه والدنيا ماشيه بيس وكل حاجه تمام. ممكن ثريتند ابورشن وقفت على كده، حصل تروما، حصل خبطه، اي حاجه، حصل بليدنج وبين وبعد كده الموضوع خف
والحمل مكمل نورمالي ما عملش الترا ساوند ما اعرفش. طب ليه الحاله دي ما تكونش يا دكاتره النزل دوت ده الاحتمال يعني ثيرنت ابورشن اند بريجننسي از ايه يا دكاتره از كونتينيوينج يعني زي الفل. الاحتمال الثاني يا دكاتره ان يكون كومبليت ابورشن ان البيبي ده نزل بقى مع بلاد كلوت نزل كله والرحم كله فيه تماما. طب الحالتين الثالثه تكون اكتوبك زي اللي قبلها اكتوبك ومفيش اي حاجه باينه. يبقى هنا فيها ثلاث احتمالات يا اما ثيرنت ابورشن ومكمله يا اما دكاتره كومبليت ابورشن بيبي نزل بقى مع بلاد كلوت يا اما دكاتره اكتوبك بريجننسي. طب نفرق ازاي بين ثلاثه بقى؟ في تيست مهمه ونعمل الترا ساوند. الترا ساوند الترا ساوند هتلاقي في الالترا ساوند لو هي انترا ترايم بريجننس تلاقي ايه؟ نورمال بريجننسي نورمال بريجننسي. طب لو يعني في الانترا لو هو انترا ترايم بريجننسي وحصل ثرينت ابورشن والحمل كمل اعمل الترا ساوند تلاقي نورمال بريجننسي حمل الساك موجوده وكل شيء تمام وفي بلسيشن الحمد لله كله ماشي تمام. طب لو كانت دكاتره كومبليت ابورشن الاقي ايه؟ الاقي يا دكاتره امتي يوترس يوترس فاضي. طب اكتوبك امتي يوترس الله يبقى هنا في مشكله بقى. ايه المشكله بقى يا دكاتره بقى؟ انا عندي هنا امتي يوترس في حالتين، ايه الحالتين؟ كومبليت ابورشن ولا اكتوبك؟ عايز افرق بالاثنين بقى، فرق ازاي؟ نعمل بعد كده الاختبار اللي بعده اللي هو اتش سي جي، اختبار اتش سي جي. ده يفرق لي يا دكاتره ما بين كومبليت ابورشن او اكتوبك، يلا يا جماعه فرق ازاي؟ مين يقول لي بقى اتش جي فرق ازاي بالاثنين؟ لو كان ابورشن ايه اللي بيحصل في اتش جي؟ ديكريزنج. طب لو كان اكتوبك مين يقول لي بقى اسمها ايه؟ يزيد صح بس اسمها ايه؟ ازاي دي اسمها ايه؟ الله برافو عليك اسمها سب نورمال رايز. يعني ايه سب نورمال رايز؟ يعني بيعلى بس بيعلى دكاتره بطريقه مش كويسه قوي اقل من 66%. يعني دكاتره المفروض ان هو يبقى دبلد يعني النهارده عملت 100 بعد يومين بقى 200 دبلد كل يومين دبلد كل يومين او على الاقل يزيد حتى 66% على الاقل حاجه. لكن لو سب نورمال رايز يعني مثلا النهارده عملته 100 لقيته بعد يومين 120 لا ده سب نورمال رايز افكر فيه اكتوبك اكتر. يا مره ثانيه يا شباب لما تلاقي الدكاتره الحاله دي اللي جالها وجع وبليدنج وبعد كده الدنيا ماشيه تمام فكر في ايه؟ بعد كده ما فيش اي حاجه فكر في ايه؟ يا اما حمل وكمل بعد كده الحمد لله الدنيا وقفت وكمل بعد كده والحمل كمل. الحاجه الثانيه يا شباب يا اما حصل كومبليت ابورشن يا اما اكتوبك. هعمل ايه؟ الترا ساوند الاقي انت تراين ساك او امتي يوترس في الاكتوبك وفي الكومبليت. فرق بينهم ازاي؟ بيتا اتش سي جي بيتا. طب ايه علاج الانتر تراين بريجننس اللي كمل دوت؟ كونزرفتيف بيد ريست بقى وبروجسترون وانتي بروستاجلاندين وفيتامينز. طب ايه علاج الاسبونتينيوس ابورشن؟ علاج الابورشن بقى اللي هو فضي اللي هو دكاتره حصل كومبليت ابورشن يوترس بقى فاضي تماما الدنيا بقت زي الفل علاجه ايه؟ مضاد حيوي وايكبوليكس عشان لو في بقايا مضاد حيوي وايكبوليكس انتي بايوتكس وايكبوليكس. طب لو اكتوبك لا نعالج بقى تم في ميديكال وفي سيرجيكال ميستريكسيت او سيرجيكال تريتمنت. فهمت يا جماعه تحلوها ازاي؟ الحاله دي اللي هي جالها كده بليدنج وبعد كده الدنيا كملت بيس قوي يبقى حاجه من ثلاثه يا اما دكاتره هذه الحاله تكون ابورشن ثريدند وبعد كده كملت عادي يا اما كومبليت ابورشن يا اما اكتوبك. فالثلاثه الترا ساوند. طب الاكتوبك والكومبليت ابورشن لا بيتا اس جي ونعالج بقى ايه كورسبوندنجلي بقى. نعم. لا البين خف يعني ممكن تبقى بقى تخش بقى عارف انت بقى الحاله اللي هي كرونيك ديستربت وتكمل عادي كان جالها كده اتاكس بعد كده كملت عادي. بس عشان خد مشكله ثانيه بعد شويه بس هي دلوقتي. نخش كده كده على كيس 16 بيج 212 بيج 212 يلا يا جماعه بصوا يا جماعه الحاله دي عشان جدها قبل كده في امتحان قبل كده. بص الحاله دي بقى عباره عن ايه؟ عايز حد يقول لي الحاله دي عباره عن ايه يا شباب؟ بصوا بقى ما تبصش الاجابه ما تبصش الاجابه. دي واحده 19 سنه 19 يير اولد جرافيدا 1 براو يعني برايم جرافيدا برايم جرافيدا جرافيدا 1 براو يعني ما ولدتش قبل كده وده اول حمل ليها يعني برايم جرافيدا جرافيدا 1 براو يعني برايم جرافيدا 19 سنه برايم جرافيدا ات 29 ويكس جيستيشن 29 اسبوع حامل 29 اسبوع هاز سيفير بريكلامسيا ماشي هو ده التشخيص with several blood pressure of 160 over 110 and plus 4 proteinuria يعني severe proteinuria
She denies headache, ما عندهاش صداع. Or visual abnormalities, ما عندهاش blurring of vision. يعني هي severe معايا بس مش impending بقى. معايا دكاترة severe preeclampsia بس اللي هي عندها ضغط عالي، ذهال عالي، ما عندهاش symptoms. لو عندها symptoms يبقى اسمها impending eclampsia. حتى الآن هي severe preeclampsia مش impending. مش impending eclampsia. She notes a two-day history of severe unremitting. ما بيروحش. Epigastric tenderness. مرعبة جدا 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 هذه السيمتوم. عندها epigastric pain. أفكر في epigastric pain. اكتب معايا دكاترة differential diagnosis of epigastric pain. أسئلة الأستاذ الدكتور حسن عواد. اكتب معايا دكاترة ثلاث أسباب للepigastric pain في حالة severe preeclampsia. اكتب معايا بقى. واحد stretch of liver capsule. دي اخطرهم على فكرة. هم كلهم خطرين بس دي اخطرهم فعلا. stretch of liver capsule by subcapsular hematoma. اول حاجة عندنا the gastric vein due to stretch of liver capsule by subcapsular hematoma. الثابتة اللي يعمل the gastric vein او abdominal vein بصفة عامة هو ايه دكاترة؟ accidental hemorrhage. The most important cause of abrupt placenta is هو preeclampsia. فهي most important. بس دكتور حسن عواد على فكرة يا جماعة خلي بالكم بقى. عشان في المحاضرة قال ان most common idiopathic. لكن في النون كوزز most common preeclampsia. مش فاهمينها صح؟ بص بص يا جماعة. لو in general كده most common بص يا جماعة عشان السؤال ده هو قال هيجيبه. ركزوا معايا. لو in general كده most common cause of abrupt خلاص idiopathic. اتأكدت منه على فكرة بس كام ده بيني وبينكم. الموست كومن كاتب كده ان جنرال ايديوباسك زي ما انا كاتب في الكتاب بالظبط كلام الصح ده على فكره ايديوباسك لكن في النون كوز بقى شيل ايديوباسك بقيت الاسباب بقى معايا دكاتره ايه الموست كومن بريكلامسي فالموست كومن في النون كوزز بريكلامسي لكن ايديوباسك هو الموست كومن ان جنرال يبقى الموست كومن دكاتره كوز اوف الموست كومن كوز اوف ابرابشو از ايديوباسك ذا موست كومن كوز ان ذا نون كوز يعني مثلا قلت مثلا ايه تروما ولا هايبرتنشن ولا فيتامين سي ديفيشنسي ولا فيتامين كي ولا فوليك اسيد ولا الاسباب دي كلها لا بريكلامسي يبقى ان جنرال ايديوباسك لكن في النون كوز الموست كومن از بريكلامسي يا جماعه عشان هو قالها هيجيبها شباب فهمتوها ان جنرال ايديوباسك طب شيل ايديوباسك بقى على جنب كده هات الاسباب بقى الكومن بقى اللي هو النون كوز لا بريكلامسي از ذا موست كومن معايا يبقى ان جنرال ايديوباسك شيل ايديوباسك على جنب كده يبقى بريكلامسيا هي الموست كومن فهمت يا جماعه عشان يا جماعه السؤال ده مهم السؤال ده مهم خلي بالكم طيب الحاجه الثالثه اللي ممكن تعمل برضو ايبيجاستريك بين هو بتحصل مع بريكلامسيا بيحصل لهم جاستروباسي مع يعني بيبتيك ألسر من الكونجستشن للاستمك بيبوظ برضو الابيثيليم بتاعها الابيثيليم بيبوظ بيبتيك ألسر يبقى عندك ثلاث اسباب يا دكاتره ثلاث اسباب لايبيجاستريك بين واحد استريتش اوف ليفر كبسول اثنين اكسيدنتال هيموريدج ثلاثه جاستروباسي بيبتيك ألسر. تعال بص على اللي حصل لها ايه وتوقع ايه اللي حصل لها من ثلاث حاجات هذه في ميل عندها سيفير كلامسي. طيب ذا بيشنت بليتلت كاونت 130 حلو طالما فوق ال 100,000 بليتلتس مفيش مشكله. تحت 100,000 لا دي مشكله في بليدنج تندنسي. هيموجلوبين از 13 الاس جي او تي عالي 2000 واضح ان الليفر فيه مشكله. الليفر فيه مشكله. الليفر بيتدمر يا جماعه ليه؟ اس يو تي عالي جدا. شورتلي افتر ادميشن شي ريسيفد ذا اي في ماكسلف. حلو قوي الكلام دوت. المفروض تاخد معايا ماكسلف اللي هو انتي كونفالزنت شورتلي افتر ادميشن. كويس قوي الكلام ده حلو جدا. اند واز اندوسد ويز اوكسيتوسن. ادي يا جماعه تاكيد على الكلام بتاعي. يا دكاتره الاكلامسيا والاكسيدنتال هيموريج ار والدايابيتس ار نوت كوز اوف سيزيريان سكشن. اهي العينه اهي معايا دكاتره عندها سيفير اكلامسيا وبتاخد اوكسيتوس. She delivered vaginally. بس بعد ساعتين جالها sudden onset of severe abdominal pain and has syncopal attacks. Well, patient is found to have blood pressure واقع. Well, abdomen distended. Well, heart rate في السماء. Well, thready pulse. يعني شوكت. جالها وجع جامد كده وشوكت. ايه السبب؟ غالبا اللي كان عندها بجاستريك بين كده وشوكت بعديها غالبا ايه؟ The case of hepatic rupture. الليفر كبسول رابتشر بالسب كابسلر هيماتوما. تاني يا دكاتره بقى العينه دي يا شباب كان جاي عندها بجاستريك بين جاي عندها بجاستريك بين بعد الولاده معايا جالها ديسنت ابدومين بطنها منفوخه كده
تمام وجالها شوك معايا وبقى ضغطها واطي وبالس في رابت. دي حاله ايه؟ هيباتيك رابتشر سيوبيك لامسيا ويز هيباتيك رابتشر وانترا بيرتنال هيموريدج وشوك. طبعا دي بتموت غالبا يعني مش الحاله دي ابدا. طبعا بنعملها ايه يا دكاتره؟ امرجنسي لابروتومي، نعملها لابروتومي. حاولوا بقى بتوع ايه جراحه بقى يجوا لنا يشوفوا الليفر ده هيعملوا فيه. فهمت يا جماعه القصه ما فهمتهاش؟ فهمتها؟ طيب خش بقى كده على الكيس رقم 20214 كيس 20. الكيس دي خلي يا جماعه مهمه جدا. استاذ الدكتور حسن عواد جابها السنه اللي فاتت السنه قبلها كذا مره. هو كان ماسك لحد السنه قبلها سنه 2012 جابها كذا مره كل راوند كانت بتيجي الكيس ديت. الكيس دي على فكره يا دكاتره عشان ما نضيعش وقت هتلاقي كل حاجه ماشيه نورمال والاجابه بتاعت الكيس دي اجابتها هو او تعرفها او الكي لهذه الكيس هو اخر سطر فقط لا غير. بص اخر سطر بقى كاتب لك هنا ايه؟ هتلاقي بص يا جماعه عشان نقراها عشان برضو ايه؟ اشتراف في البيت انا عارف اشتراف في البيت فاقراها لكم انا. 19 يير اولد ابورشن 1 جرافيتي 2 ابورشن 1 يعني جرافيتي 2 ابورشن 1 بص كاتبين ايه؟ يعني هو سقط مره وحامل في المره الثانيه. 7 اسابيع جيستيشن وعندها فاجينال سبوتنج وشي دينايز ذا باسج اوف تيشو بير فاجينا ولا تروما ولا ريسنت انتر كورس. جالها بليدنج يعني ده بليدنج ايرلي بريجنانسي قد يكون ابورشن وقد يكون اكتوبك وقد يكون فيزيكال هرمون. هير باست ميديكال هيستوري از سيجنيفيكانت فور ا بي اي دي. بي اي دي يا دكاتره خلي بالكم لما تلاقي بي اي دي ده الموست امبورتانت ريسك فاكتور فور اكتوبك. اوعى تنسى دي مهمه قوي. لو اتسالت ايه الموست امبورتانت ريسك فاكتور في اكتوبك هو مين؟ هو البي اي دي بلفيك انفلاماتوري ديزيز. يا جماعه خلي بالكم ذا موست امبورتانت كوز اوف اكتوبك او التيوبال فاكتور ان الفيرتيليتي هو كلاميديا بي اي دي. طيب كان عندها بي اي دي من 3 سنين وشي يوزد شي هاد يوزد ان اورال كونتراسيبتيف ايجنت 1 يير بريفيسلي. كان ماشي على حاجه كده اورال بقى ايه من سنه. Her appetite is normal. On examination, blood pressure normal. Heart rate normal. Temperature normal. Abdomen non-tender. With normal active bowel sound. The sound ماشي زي الفل. On pelvic examination, extension genitalia normal. The cervix non-tender. فكده يا جماعه العينه اللي انا كنت بلمسها كده بالسيف بلمسه كده بتاع الاكتوبك تلمسها كده بتنط زي الدكتور اسلام بيلعب في اسناننا لمس العصب بنط من ايده اسمها jumping 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 sign. مفيش جامبنج ساين، السيرفيكس نون تندر. طب ما مش كلام شيكتوبيك ولا ايه؟ تعال بص كده. وبعدين ذا يوترس از 4 ويكس سايز، 4 ويكس يعني كبير شويه كانها واحده حامل 4 اسابيع. نو ادنكسل تندرنس ولا حتى في ادنكسل بين يا جماعه. يعني دي مش ممكن تكون اكتوبيك. تعال نكمل بعد كده. ذا كوانتيتيف بيتا سيجيز از 2300 تمام. الترانس فاجينال سونوجرام ريفيلز empty uterus. يعني يا دكاتره خلي بالكم انا كده عديت حاجه اسمها ايه؟ الديسكريميشن زون اللي هي عباره عن ايه؟ لو احنا وجدنا البيتا اس تي جي معدي 1500 لازم الاقي ساك انترا يوتراين. لو عدى 1500 واليوترس امتي والله العظيم اكتوبك. الحاله دي يا دكاتره بالرغم مفيش ادنكسل ادنكسل يعني تيوب اوفري مفيش ادنكسل تندرنس مفيش سيرفايكال موشن تندرنس مفيش اي علامه من علامات الاكتوبك الا انها اكتوبك. ليه بقى؟ لان هنا الساك معايا مش باينه جوه اليوترس بالرغم البيتا اس جي 2300. سميناها ايه؟ سميناها ديس كريمينيشن زون. قبلها كانت دي مظلمه بعدها نورت. عدى 1500 يوترس امتي اكتوبك رسمي. طب دي علاج ايه بقى؟ ممكن نخش لابروسكوب معايا دكاتره. ممكن نخش نعمل ايه كمان؟ نديها ميستريكسيت علاج يا اما لابروسكوبي او ميسوتريكسيت الاثنين سي ان. دي اكتوبك بريجننسي يا شباب ولا مش معايا؟ اكتوبك ليه؟ البيتا جي عدى 1500 وام تيوتا دي حاله اكتوبك بريجننسي يعني حاله معايا دكاتره هنعالجها بميستريكسيت او نعالجها بلابروسكوب. هات لي كيس 23 217. الحاله دي يا شباب صعبه جدا شبه مستحيله هتعرفها كده. دي حالة الأستاذ الدكتور إيهاب عبد الفتاح كان بيجيبها كل سنة. دكتور حسن عواد جابها مرة.
معايا دي حاله الدكتور هيبقى فتاح. هو بيجي على فكره اللي في الراوند عنده اكيد جابها لهم يعني من غير ما اشوف كده اجيبها لكم ولا لا؟ ما طب شوفوها كده، شوفوها كده الاول كده بس. دي انا كده حالته بقى اللي هو بيحبها قوي الدكتور هيبقى فتاح بيجيبها كل سنه الدكتور هيبقى فتاح كل راوند. الدكتور حسن عاوز جابها مره، تعال شوف كده تعرفوا ما تعرفوش تجيبوها يعني هي صعبه جدا شيء مستحيله بصراحه يعني. بصوا يا جماعه 25 سنه يلا شباب 25 سنه واحدة حامل في 10 أسابيع، 10 أسابيع complaints of severe abdominal pain. عندها وجع جامد جدا and feeling faint for the last hour. من كتر الوجع عمل لها neurogenic shock. فحصل عندها fainting كده، عايزة يعني نفسها كده إيه، عايزة يعني رايحة منها كده شوية. She had moderately heavy vaginal bleeding that began yesterday morning. يعني بقى لها كده يوم بقى لها عندها vaginal bleeding. And noted that some tissue possibly passed vaginally. في حاجة نزل منها vaginally. The tissue brought into the office floats when placed in saline. يعني ده واضح ان هو مش دم، دم كان بيدوب في الصلاين. في فرق كده بين تيشو ودم، الفرق اتفرق ازاي؟ يعني احنا قلنا في كده حاجة نازلة كده زي تيشو، حتى عايز اقول لك يا دكتور لما ينزل مني يا دكتور يعني حتة زي الكبدة، غير تقول لك يا دكتور بينزل مني يا دكتور حاجة كده شغتة، في فرق بين شغتة والكبدة. الكبدة دي دكاترة كلوت، الشغتة ده تيشو بقى. يعني زي ابورشن شغتة. فرق ازاي؟ لو أنت بقى في المستشفى هات يا ماما اللي ينزل منك، حطه في مية. لو دفى المية ده كلوت. لو عمل على وش المية بدأ إيه؟ ده تيشو. معايا يا دكاترة؟ الكلوت بتدوب. التيشو بيطفو على وش المية. فواضح إن ده طفى على وش المية. بص يا جماعة هنا قال لك هنا إيه؟ ده لسه كان قال لك هنا حاجة لطيفة أوي كمان. قال لك هنا تيشو بروت انت ذا اوفيس جابوه بقى في المكتب ولو نو فلوتس وين بليست ان سلاين ويز ا فرونت باترن. يعني ايه فرونت باترن؟ فاكرين يا دكاتره الكورن كان اسمه كورن ايه؟ فروندوزم. هو ده فرونت باترن يعني ايه؟ زي الشجره كده. واضح ان ده عباره عن ايه؟ عباره عن كورنيك فيلاي. ده بيبي دوت، ده بيبي ده بقى فرونت كده يعني ده الكورن بتاع البيبي بقى. ما ده بيبي نزل يعني، ده بيبي نزل. طيب currently she denies vaginal bleeding. دلوقتي الحمد لله بعد ما نزل القصه دي ما بقاش عندها فاجينال بليدنج. طب كويس، يعني دي حاله كانت حاله ايه؟ ابورشن. بيبي نزل وارتاحت، طب زي الفل. ايه المشكله بقى؟ فين الكيس بقى يا جماعه؟ بات فيلز لايت هيدد، يعني دماغها كده خفيفه كده، ممكن من بليدنج. ماشي. اون اكزامينيشن بلاد بريشر نعم 90 60، هارت ريت 120، والابدومين ديفيوزلي تندر وديستندد. ايه يا جماعه ده؟ وريباوند تندرنس، انا نهار اسود، وفلويد ويف از بريز، ده في ميه في بطنها، ده في حاجه في بطنها كمان. عادي يا دكاتره في حاجه جوه، فيها نزيف داخلي، ايه اللي حصل بقى؟ عارفين ده حصل ايه؟ هو الدكتور هيبقى فتاح يجيب لك الحاجات الغريبه. عينا ابورتت، خلاص ماشي بقى، المفروض بقى خلاص، لا تلاقي بطنها منفوخه وعندها فوق جوه في بلاد، واخدين بالكم؟ وعندها فينتنج وعندها شوك، ايه القصه؟ دي يا دكاتره حد فاكر؟ هلبان الغلبان؟ فاكرين لما كوربس كان بيعمل سيست كده؟ دي سيست برضه. كوربس ده عمل سيست وبعدين انفجرت هذه السيست، انفجرت. فكوربس ده مات، ايه اللي حصل بقى؟ حصل ابورشن. بس هو لما انفجر جوه عمل بقى نزيف داخل البطن. لان كوربس ده سيست اوفيريان سيست ابشرت جوه. عملت لها سيفير ابدومينال بين ونزيف داخل البطن وعمل لها الشوك. يعني هذه الفيميل دكاتره دي عندها ايه؟ عندها رابتشرد كوربس لوتيام سيست. طبعا انتوا مليون كنتوا تعرفوه. سهله ايه صح؟ واضحه صح؟ يعني الراجل يعني عدى العيب يعني يا جماعه عدى العيب. اتفضل. مش سامع خالص. ما قلناش ايه؟ سبتك؟ لا فين السخونيه؟ فين السخونيه؟ فين السخونيه؟ مفيش سخونيه. حراره منخفضه، حراره نورمال. نعم بس اللي انت ماشي تعمل لها فلويد في البطن وشفتنج دامنس وكلام زي كده ويف ابنزايز تعملها ويف في البطن صعبه قوي. لا يا دكاتره دي كاتره معلش يا كاتره اعرفوها بقى. لو واحده جالها ابورشن وعندها فلويد في البطن واكيوت ابدومين غالبا دي رابتشر كوربس لوتيام سيست. على فكره بامانه بامانه ربنا بنشوفها كتير جدا جدا جدا، يعني دي حاجه فيري كومن عندنا في البراكتس بس انت ما تعرفهاش. واحده جماعه جالها اوفيريان سيست اللي هو كوستيم سيست، كوستيم كبر جالها كوستيم سيست، حلو والحبل كان ماشي تمام. لما انفجر الكوستيم سيست ما بقاش فيه بروجسترون فالحمل سقط، بس هي بطنها بقى بتجمع دم بقى كده وعندها اكيوت ابدومين.
عندها كيت ابدومن وعندها فلويد بقى بلاد داخل بطنها عشان من الرابشر كوربس لوتيم سيست. وطبعا ابورشن لان الكوربس مات رجسترون قل فسقط. ده بيحصل امتى؟ في اول 3 شهور لازم عشان ده وقت الكوربس لوتيم. اول 3 شهور انا جالي ابورشن مع اكيوت ابدومن، ابورشن مع اكيوت ابدومن مفكر فيه رابتشرد كوربس لوتيم سيست. خش على كيس 12 بيج 209. طيب بص يا جدع بقى كيس 12 يا شباب، كيس 12 24 سنه جرافي 2 بارا 2. لا 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 استنى بقى عشان هنا في لغه ثانيه خالص. اللي قبل كده كان جرافي 2 بارا 1 يعني حامل في الثاني وولدت مره، لكن ده جرافي 2 بارا 2. واضح الحاله دي بقى ايه يا دكاتره؟ لا دي جاينا بقى. ليه؟ لانها جرافي 2 بارا 2 يعني والده مرتين وحملت مرتين، يبقى دي حاله جاينا. غير ما جرافي 2 بارا 1 يعني حامل في الثاني يبقى دي حامل، يبقى دي حالات ايه بقى؟ بدأنا حالات الجاينا كده جرافي 2 بارا ايه؟ بارا 2. طب تمام. Woman delivered vaginally من 8 شهور previously. Her delivery was complicated by postpartum hemorrhage requiring curette. يعني كان لها postpartum وعملت curette. And blood transfusion of 2 units. ياه ده دم جامد قوي، واضح ان هو جامد. عمل لها دي ان سي واتنقلها كسين دم كمان. تمام. She complains of amenorrhea since her delivery. اكتب معايا يا دكاتره postpartum amenorrhea. اكتب معايا بقى differential diagnosis of postpartum amenorrhea. اكتب معايا عشان ده سؤال مهم قوي على فكره. جابوه دكتور حسن عواد، جابه في على الجروب، كان سال سؤال كده. لا يا ربي ده سوري انور، احمد الانور كان جاي سؤال postpartum amenorrhea. ارجع لها مره هتلاقي في الجروب مكتوب السؤال ده postpartum amenorrhea. اكتب معايا بقى ايه الكوز اوف postpartum amenorrhea. رقم واحد عندنا واحدة دكاترة ولدت وعندها امينوريا، عارفين رقم واحد ايه؟ غريب قوي رقم واحد ده. هو انذر بريجنانسي. في واحدة جات لي كده على فكرة، قول لها ماما جات لي اخر دورة امتى؟ دكتور جات لي اخر دورة من 20 سنة. ايه القصة بقى؟ مفترية. تحمل ترد على نظيف تحمل تاني. تحمل ترد على نظيف تحمل تاني، وهي شغالة بقى أرنبة، ما بيجيلهاش دورة خالص في النص. الدورة جات لها من 20 سنة، مش دارية بقى، لأن كل شوية بتحمل على طول. ترد حلو قوي وتحمل بعد كده، بنت لذينة. مع ارنبه بجد. فهنا يا دكاتره اول حاجه another pregnancy، تاني حاجه lactation وهايبر برولاكتينيميا، يعني ممكن يبقى برولاكتين عالي مع lactation. اول حاجه pregnancy، تاني حاجه lactation and هايبر برولاكتينيميا. ثلاثة أربعة تو سيندرومز مشهورين جدا، مين ومين؟ شيهان وأشرمان. طب مين عيان اللي ما بترضعش؟ مين عيان اللي هي عندها أول سيمتوم فيلير أوف فيلير اوف لاكتيشن؟ مين؟ شيهان. تمام. شيهان واشرمان. ممكن على فكره جات لي حاله والله العظيم، حاله كانت غريبه قوي، كانت مسكينه. واحده جايه لها دكاتره عايز تحمل، وبوست بارتم امينوريا برضه. بقول لها ماما اخبار ايه بقى؟ واحكي لي قصه الدليفري، كانت والده في الوحده الاولى. بتقول لي قلت الوالده كانت زي الفل، تمارين كده الكارت طالعه بيه. فوجئت الكارت طالعه بيه، دكاتره الكارت طالعه بيه معمول لها هيستريكتومي وجايه عشان تحمل. هيستريكتومي يعني ممكن تلاقي كمان من ضمن الكوزز ان اتعمل لها هيستريكتومي. يعني كاتب بص على الامينوريا من ضمن الكوز هيستريكتومي، يعني اكتب عملت هيستريكتومي بعد ايه؟ بعد ولاده. زي مثلا جالها بوست بارتم هيموريدج، هي جالها كده وتعملها هيستريكتومي. اخر حاجه اني اذر كوز اوف امينوريا، اي سبب الامينوريا بقى. يعني في اسباب مهمه بريجنانسي، لاكتيشن، اشرمان، شيهان، هيستريكتومي، اني اذر كوز اوف امينوريا. تعالى شوف الحاله دي بقى اني حاله في الحالات ديت. لما يجي لك حاله سكندري امينوريا تفكر في ايه؟ بعد الولاده. بعد الولاده فكر في ايه؟ واحد بريجنانسي، اثنين لاكتيشن، ثلاثة اشرمان، أربعة شيهان، هيستريكتومي اند اني اذر كوز. الحالة دي ماشية مع مين يا دكاترة؟ بص ماشية مع مين بقى؟ شي واز نوت، نعم بص بقى الحالة دي بقى لك ايه؟ هي جالها مينوريا تمام، شي واز نوت ايبل تو بريست فيد هير بيبي، شي دينايز تيكينج ميديكيشن اور هافينج هيدكس or visual abnormalities her pregnancy test is negative. يعني مش حامل، مش حامل وما عندهاش اي visual abnormalities، عشان ما يبقاش هتفكر في عندها ايه؟ عندها بيتوتري تيومر جدع، يعني ما عندهاش هايبر لاكتينيميا. طيب دي مش عارف ما كانتش بترضع، دي حاله ايه يا دكاتره؟ طبعا شيهان سيندروم. طبعا عشان بنعالجها ازاي؟ اول حاجه ده ايه شيهان؟ كورتيكوسترويد، بعد كده ثايرويد، بعد كده عايز تحمل بقى نديها ايه؟
FSH مش عايزة هرمون ريبليسمنت سيرم. تاني يا دكاتره علاج الشهام بالترتيب الاتي، علاج الشهام بالترتيب الاتي، اول حاجه بديها استرويدز ريبليسمنت، ذن ثايرويد هرمون، ثايرويد هرمون. بعد كده يا دكاتره لو عايز تحمل سهل قوي تحمل الشهام ازاي؟ اديها اف اس اتش. مش عايز تحمل يا دكاتره، لو مش عايز تحمل هنديها هرمون ريبليسمنت سيرم عشان بقى مينتين البريست والبون. معايا كيس يا دكاتره 15 211 خلاص هاني اتفضل بس 70 كيس ونخلص يلا. ما انت هتحلوا في بيتكم، ستكم في بيت حلو ما بتحلوش ولا بتحلوا ولا بتذاكروا، فنذاكر هنا مع بعض. انتوا ليه يا جماعه؟ دي مش محاضره، دي بنذاكر سوا. خلاص خلينا نذاكر سوا مع بعض عشان ما تروح بقى ما تقراش بقى الحاجات دي تاني. خلاص يلا يا جماعة. والله انت عارفين فاضل كام كيس؟ 7 كيس. يعني لو كل كيس خدناه في دقيقتين ربع ساعة ونمشي. والله ممكن ناخدهم في دقيقتين، ده اللي جاي الجاينة سهلة أوي على فكرة. تعالى نبص اللي جاية دي. طيب بص كده 40 سنة جرافيدا 5 بارا 5. شايفين يا جماعة لغة الحوار اتغيرت ازاي؟ لغة الحوار بقى متغيرة جدا. جرافيدا 5 بارا 5 يعني حملت 5 وولدت 5. واضح ان الحالة دي ايه؟ جاينة. مش زي قبل كده يقول لك جرافيدا 5 بارا 4، لا دي جرافيدا 5 بارا 5. كومبلينز اوف مينوراجيا اوف 2 يير ديوريشن، مينوراجيا من سنتين. شي ستيتس ذات سيفرال ييرز اجو ماشي ا دكتور هاد تولد هير ذات هير يوترس واز انلارجد. الواحد بتاعها كبير شويه يعني، راحت من سنتين كده خلاص، او هنا الدكتور قبل كده قالها من سنين طويله راح بتاعها كبير شويه. Her records indicate that 1 year ago she underwent a uterine DNC. طب ليه؟ يعني ده مينوراجي دلوقتي بس عملها DNC. تمام. With the tissue showing benign pathology. يعني مش كانسر اندميتريوم. Benign pathology قد يكون endometrial hyperplasia. حاجة لسه بري مالجننت يعني. She takes ibuprofen. واضح إن عندها وجع جامد أوي. بتاخد ibuprofen. نعم. without relief of her vaginal bleeding. اوبا ده قال حاجه حلوه قوي على فكره. ده هنا بيعرفني ان احنا خدناها قبل كده في مين؟ في dysfunctional bleeding. مين فاكر يا دكاتره لما احنا قلنا هندي نون سترويدر؟ يعني عندهم مينوراجيا. ليه؟ عشان بيقلل فازو دايليتور بروستاجلاندين ايبوبروفين. يعني يا دكاتره خلي بالكم، هو هنا عايز يقول لك معلومه لطيفه جدا ان ممكن احنا تاخد مسكن مش عشان خاطر الوجع ولكن for relief of مينوراجيا. ايه بروفن بياخدوه ده يا دكاتره مع الدوره؟ بيعمل ايه؟ بيقلل الوجع ويقلل بليدنج، يعني بيقلل فازو دايليتور بروستاجلاندين. ايه بروفن اهو فور ريليف اوف هير فاجينال بليدنج. اون اكزامينيشن بلاد بريشر نورمال، هارت ريت نورمال، تمبريتشر نورمال، وفي ميد لاين ريجولار ماس. ميد لاين ريجولار ماس. اون ميد اكزامينيشن ذا سيرفكس از انتيريورلي displaced يعني مازول اللي قدام مش مهم. طب بصوا يا جماعه كده لقينا في الريجولار ميد لاين ماس 18 اسبوع سايز. يا خبر ده كبير. عارفين وصل لغايه فين تقريبا؟ 18 دي كان واحده حامل 18 اسبوع يعني تقريبا وصل لغايه فين؟ يعني تقريبا امبيليكس يعني. يعني واضح ان ماس كبيره لغايه الامبيليكس. دي اوفيريان تيومر دي ولا فايبرويد ده ولا اوفيريان ولا فايبرويد ولا بيلفيك ماس ولا ايه بالظبط؟ طيب seems to move in conjunction with the cervix. نحرك السيرفيكس cervix تحرك الماس. يعني احط ايدي من الفاجينا وايد من البطن، احرك السيرفيكس تحرك الماس. يبقى دي ايه دي بقى؟ ماس طالعه من ايه؟ من اليوترس رسمي. الموست كومن فايبرويد. يبقى دي حاله فايبرويد. كلمه السر ان الماس تحرك in conjunction. على فكره الاوفيريان تيومر ما تحركش. اوفيريان تيومر بعيد عن اليوترس. حرك اليوترس مش واصل لغايه مين؟ لغايه اوفيريان تيومر. لكن حركة يس حركة اوفيري اللي حركة الماس ما عندي دي فايبرويد. يعني جت السيرفكس بيحرك الماس بدي فايبرويد. طيب نعم معلش ممكن ممكن. طيب بص يا دكاتره بقى، هو صح هي مش تيبيكال. ليه؟ والده قبل كده مالتي بارا، لكن ممكن طلع فايبرويد في مالتي بارا طبعا، بس مش كتير يعني. طيب بص يا جماعه بقى، نو ادنكسل ماس ار بالبيتد
هير بريجنس تيست از نيجاتيف مش برضه تقولش حمل ممكن تقول لي ده دكتور دي حامل لا مش حامل هير هيموجلوبين هو ايه الموست كومن بيلفي ابدومينال ماس بريجنس طب ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف بيلفي ابدومينال ماس كام اف 6 اول حاجه مين فيتس طب فليتس ديستنشن طب فيسز انتستاينال اوبستراكشن فلويد اسايتس فات اوبيز فايبرويد واوفريان تيومر تاني يا دكاتره 6 اف يا شباب فيتس فليتس فيسز فلويد فات فايبرويد فلويد فات فايبرويد طب الحاله دي نعملها ايه يا دكاتره ايه المانجمنت الحاله دي تحبوا تعملوها ايه واحده عندها 40 سنه وعندها بص قال لك بقى بارا 5 ليه بارا 5 عشان اقول لك بقى دي واحده يا دكاتره خلفتها بكده كتير وعندها فايبرويد هنعمل لها يا شباب طبعا هيستريكتومي هيستريكتومي هات لي كيس ادي كيس رقم كام ديت 15 هات لي كيس 25 يلا يا جماعه كيس 25 بصوا يا دكاتره يلا يا جماعه عشان نحلها على طول دي كيس 25 سهله بصوا بقى وقت 22 سنه 22 سنه جرافيدا 1 ابورشن 1 كومبلينز اوف سكندري انفيرتيليتي اكتب معايا بقى يا دكاتره لما تجي لنا حاله برايمري انفيرتيليتي اول حاجه افكر فيها مين برايمري انفيرتيليتي افكر اول حاجه في ايه في اوفيريان كوز يعني اكتب معايا الانفستيجيشن ترتيب الانفستيجيشن في حاله برايمري انفيرتيليتي واحد ترتيب الانفستيجيشنز في حاله برايمري انفيرتيليتي واحد واحد ايه ها برافو عليك واحد سيمن اناليسيس المين الاول ميل فيرست سيمن اناليسيس بعد كده اوفيريان فاكتور يبقى اول حاجه لو برايمري انفيرتيليتي مين الاول اخلص منه بعد كده في اوفيريان فاكتور زين تيوبال زين يوتراين سيرفايكال تاني ميل بعد كده اوفيريان هي ماشيه بالترتيب اوفيريان تيوبال يوتراين سيرفايكال طب لو سكند انفيرتيليتي سكند انفيرتيليتي زي الحاله دي كده سكند انفيرتيليتي اول حاجه ميل برضو سيمين اناليس زين تيوبال تيوبال فاكتور ذا موست كومن كوز اوف سكند انفيرتيليتي از تيوبال ذا موست كومن كوز اوف برايمري انفيرتيليتي از اوفيريان ان سكند دي قلت قبل كده ابورت قبل كده ممكن حصل مشكله في اوفيريان تيوب المبيض حم يعني جاب حمل قبل كده المبيض ده حلو جاب حمل قبل كده فالبرايمري اوفيريان السكندري تيوبال ماشي يبقى هنا دكاتره بقى لها هنا ابورتد من سنه وعندها انفيرتيليتي شي ستيتس ذات هير منارك واز ات ذا ايج اوف 12 ييرز اوفري زي الفل هير منسز اوكير افري 28 تو 30 دايز ماشي زي الساعه شي دينايز ديس منوريا ما عندهاش وجع بس عندها درجه منتظمه منارك بدا كويس فمعيش هنتغاضى عن ديس منوريا شي هاد نعم كلاميديا دي رسمي ايه بقى بي اي دي رسمي ديت ده تيوبال فاكتور رسمي تيوبال فاكتور كلاميديا انفكشن تريت ات ذا ايج اوف 18 ييرز نو اذر انفكشن فاميلي هيستوري از سيجنيفيكانت فور هايبوثايرويديزم مش مهم ان اماتيرنال انت بعيد قوي شي دينايز اذر سيجنيفيكانت ميديكال اور سيرجيكال هيستوري اي كلام ايه الموست لايك دايجنوزيس يا دكاتره ايه الموست لايك دايجنوزيس سكند انفيرتيليتي ديو تو تيوبال فاكتور سكند تيوبال فاكتور ايه الانفستيجيشن؟ هيستروبنجيوجرام او لابروسكوب طبعا تيوبال فاكتور يا دكاتره اهم حاجتين هيستروسالبنجيوجرام اند لابروسكوب اهم تو انفستيجيشن في التيوبال فاكتور هيستروبنجيوجرام اند لابروسكوب الكيس اللي بعدها على طول يلا يا جماعه اللي بعدها المفروض تعرفوها انتوا بقى المفروض انتوا تعرفوا تجاوبوها بقى اللي بعدها 17 سنه نالي بارا فيميل كومبلينز ذات شي هاز نوت yet started menstruation ليه بقى ان شاء الله ليه يا جماعه 17 year وما جاتلهاش دوره دي بنسميها برايمري امينوريا خلي بالكوا على الديفينيشن اوف برايمري امينوريا مين يقول الديفينيشن اوف برايمري امينوريا 14 سنه ما ظهرلهاش اي حاجه لا ظهر لها بريست ولا عندها دوره لو ظهر لها بريست هستنى لغايه سن كام 16 سنه لو ما جاتش دوره دي برايمري امينوريا دي 17 يعني من غير ما ابص لبريستول دي امينوريا رسمي
لا بريست او مش بريست دي امينوريا. اللي تعدي 16 سنه وما عندهاش دوره دي برايمري امينوريا. طيب دي دكاتره 17 يير اولد نالي بارا في ميل كومبلين ذات شي هاز نوت يت ستارتد منستريشن وما عندهاش ويت لوس، ما خستش ولا اكسرسايز. فاكرين يا جماعه حاجه اسمها ستريس انديوزد امينوريا؟ اندورفينز تعمل انهبيشن للجين ريتش. لا ما عندهاش اي مشكله نفسيه. Each of her sisters achieved menarche by 13 year. بيقول لك كده ليه بقى؟ عشان في حاله ثانيه اسمها testicular feminization syndrome. دي runs in families. تلاقي دكاتره هي على فكره دوت رجاله على فكره. والله دي واحد ده راجل اللي هو ملكه جمال بريطانيا، ملكه جمال بريطانيا من 5 سنين كانت راجل. كانت حاله اسمها اندروجين انسنسيفيتي او اسمها تستيكولر فيمينايزيشن. راجل وزي القمر. لا مش زي القمر زي راجل يعني، لا قصدي القمر يعني واحده يعني بنت حلوه يعني، بنت يعني زي الفل، معاها شعر طويل بقى وجسم بقى وشكلها فيمناين جدا وجود بريست وكل حاجه تمام، بس راجل سبحان الله. ملك لبنان بريطانيا، كانت ميس يونيفرس السنه اللي فاتت، كانت واحده يعني مرشحه تبقى ميس يونيفرس وكانت راجل برضه، نفس الحاله. دي بقى رانز ان فاميليز، ده ايه عندها كذا حاله كده. ان هما يبقوا اكس واي ولكن فيميل، فيري جود فيميل، واخدين بالكم؟ ولكن انا بقى ما فيش فاميلي هيستوري بقى عشان ما اقولكش ما تفكرش في مين؟ ما تفكرش في تستيكو فيمنايزيشن، لا اخواتها كلها زي الفل. وكان عندهم دوره. طيب ذا بيشنتس ماذر، مامتها تقول لك ايه بقى؟ افتكرت ايه يا دكاتره؟ دكتور قال لها ايه؟ قال لها يا بنتي، لا قال لها ده بنتك، مش يا بنت انت، لا يا بنتك، ده بنتك عندها ميسنج رايت كيدني، بنتك عندها ما عندهاش كلى يمين. بس كان عرفت القصه ايه من غير ما اكمل بقى. بصوا يا جماعه، لو عندها مال فورميشن في الجيتا تراكت بيبقى اسوشيت مع مال فورميشن في يورينري اند فيرتبرال سيستم. خلي بالك يا جماعه، اي واحده عندها مال فورميشن في الجيتا تراكت يوترس فالوبيان معايا في اي حاجه بيبقى عندي 50% مال فورميشن في يورينري سيستم، لانهم جنب بعض قوي. اللي يضرب الجينيتال يضرب يورينري يضرب فيرتبرال. فدي واضح ان عندها مشكله في اليورينري، يبقى دي عندها مال فورميشن في الجينيتال سيستم. تعال بص ايه المال فورميشن دي بقى. هي دي الفيميل واضح ان هي مش تستيكو فيمنايزيشن وعندها برايم امينوريا، وواضح ان هيكون عندها مال فورميشن في الجينيتال سيستم. بصوا يا جماعه بقى، كل حاجه بقى كده بلاد بريشر كل حاجه نورمال نورمال، وعندها تنال ستيج 4 بريست ديفلوبمنت، يعني هو ديفلوبد حلوه زي الفل ماشي. وفيميل اكسنشن جينيتاليا زي الفل. شي هاز تنال ستيج 4 اكزيلري اند بيبي كير، هو كله اخره 5 مع تنال ستيجنج 4، يعني هي كلها يعني كل حاجه ظاهره عندها بريست وظاهر عندها هير وكل حاجه تمام. There is no skin lesion. خبيث، الكلمه دي خبيثه. عارفين ليه يا كاتر نو سكين ليجن ليه؟ مين الفيميل اللي ما عندهاش لا بيبي كير اكزيلري هير، ما عندهاش اي هير خالص؟ ده السيلف فيمنايزيشن، لان دي هو راجل بس ما عندوش هير لا بيوجد اكزيلر. ليه؟ لان ظهور هذا الهير معتمد على الاندروجين، وهو عنده اندروجين انسنسيفيتي، يعني هو راجل بس ما عندوش ريسبتور الاندروجين، فتلاقيه شكله فيميل حلو قوي وما عندوش هير بقى لا بيوجد اكزيلر هير، واخدين بالكم؟ لكن الحاله دي واضح ان دي عباره عن ايه؟ دي واحده عندها مولاريان اجينيسيس. مولاريان يعني الفيميل داكت ما طلعتش. واحده شكلها زي الفل وعندها اوفري وعندها هرمونز ولكن ما عندهاش رحم وما عندهاش فاجينا وما عندهاش فالوبيان تيوب، اسمها مولاريان اجينيسيس. يعني دي يا دكاتره برايمري امينوريا مولاريان اجينيسيس. طب دي علاجها ايه يا دكاتره؟ علاجها ايه؟ اعملها ارتفيشال فاجينا وتتجوز بس مش هتخلف، شي سترايل، بس مش كل الرجاله عايزه خلفه. خلاص هو عنده عيال متجوز تاني واحد تانية، فدي ممكن بقى ايه تحصل كده بقى، مش هتخلف ابدا ولكن تتجوز بارتفيشال فاجينا تشهد الطبيعيه جدا. كيس 19، فاضل لي 4 كيس واروح. وهسيب لك 3 بعد كده، سيب لكم 3 تحلهم انتوا. كيس يا دكاتره كيس 19 214. لا 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 ما انا عشان بس ابقى مروح مرتاح نفسيا، لان انا ورايا كيس والله مش هنام النهارده، لا 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 معلش عندي اختراع كده يعني رودمنتر اسمه الضمير فمش هقدر معلش. لازم كيس يا دكاتره كيس 19 214 بقى. يلا يا شباب. الكيس دي جابها الاستاذ الدكتور حسن عواد في اول راوند السنه اللي فاتت. ايه القصه دي عباره عن ايه؟ بص يا دكاتره الكيس دي رخمه قوي،
راح ساعات جابها التل اول راوند اول راوند وش كده. بصوا يا جماعه دي واحده 23 سنه جرافه 2 بارا 1. رجعنا تاني لاسلوب غريب بقى. جرافه 2 بارا 1 يعني دي ايه يا دكاتره؟ حامل 29 اسبوع ماشي حلو. واحده حامل 29 اسبوع جميل قوي. وكان عندها مع دكاتره عندها كومبلينز اوف 12 اور هيستوري اوف كوليكي رايت لور ابدومينال بين ونوزيا فوميتنج. ايه ده؟ ده كولايس ده ولا ايه بقى؟ ان شاء الله عندها ابدومينال بين رايت لور ابدومينال بين ونوزيا فوميتنج. هو اكيد قبل ما بيعمل نوزيا فوم اي اكيد قبل بيعمل نوزيا فوميتنج بس عندها وجع. ايه الموضوع الوجع ده بقى؟ شي دينايز دايريا؟ لا ما عندهاش اسهال. اور ايتينج ستول فود يعني كانت ما جاتش اكل من بره. اكل بقى هنا بقى حات الميدان مع الدكاتره والشرقاوي والشبراوي ما كانتش حاجه من كده الاكل دوت ماشي. She has a history of 8 سنتيمتر ovarian cyst. عندها 8 سنتي ovarian cyst. دي مشكله بقى. الرحم بيكبر ساعات بتلف مشكله دي. And otherwise has been in good health. She died of سوريا or fever. على فكره يا جماعه الحاله دي شبه قوي ممكن يبقى عندها UTI يبقى نفس القصه برضه بين كوليكي ونوزيا وفوميت. قال لك لا ما عندهاش UTI ولا فيفر ولا ديسيوريا وما عملش قبل كده عمليات عشان ما تقوليش ده ادهيزف اوبستراكشن سو اوبستراكشن. فايتال داتا 170 البلس رابط سنه فوق ال 100 عن رابط سنه والتمبريشن نورمال. ابدومين اكزامينيشن باول ساوندز ار هايبو اكتف ذا ابدومين استندر ان ذا رايت لور كوادرانت. الابدومين استندر رايت لور كوادرانت مكان الاوفيريان سيست و significant involuntary guarding. دي عباره عن ايه يا دكاتره؟ اوفيريان سيست دي يا دكاتره مع الحمل ممكن يحصل لها تورجن. ده اللي حصل بالظبط ان هي عندها كان عندها هيستوري اوف 8 سنتي مس دلوقتي حاسه ان هي فيها وجع وجع دلوقتي. ايه القصه؟ حصل لها تورجن. بنعمل ايه بس؟ الحته المهمه اللي عايز اقول لك عليها في التورجن في الاوفري بالذات اوفري دوت الدكاتره لما يحصل فيه تورجن اوفري ده بياخد دول بلاد سبلاي يعني يوتراين بيجي له واوفيريان بيدي له يعني اوفيريان من الاورطه ده اوفيريان ويوتراين معايا؟ غير كده كمان ان هو بيجي له دكاتره ارتي من اوفيريان من الاورطه مباشره فصعب يحصل فيه جنجرين متاخر جدا لو اهملت جدا. انا قصدي حاجه لما يجي لك اوفيريان تورجن تعمل ايه؟ ترجعه مره ثانيه تشيل السيست. فهنا انت هتراي ان انت ترجع تعمل ري او ان تويستنج للاوفري وتشيل اوفيريان سيست. دي علاجها كده. الحاله دي يا دكاتره عباره عن ايه؟ هعملها لابوراتوري. دي عباره عن اوفيريان تورجن بدون شك. عندها دكاتره اكيوت ابدومين واخدين بالكم على ناحيه فيها السيست اوفيريان تورجن او كومبليكيشن في السيست. هنعمل ايه؟ لابوراتوري وهنشيل السيست ونعمل دكاتره ان تويستنج للاوفري عشان خاطر يخشوا له الدم مره ثانيه وان شاء الله ما يحصلش فيه جنجرين ولا اي حاجه. لو اهمل قوي يحصل فيه جنجرين، لو اهمل جدا ده هنعمله ان تويستنج معايا دكاتره زي تورجن تيستس كده ان تويستنج كده ونشيل السيست ده. فهنا ده عباره عن تورجن سيرجري لابوراتوري معايا وهنعمل ان تويستنج للاوفري ونشيل اوفيريان سيست. كيس 18 اللي قبلها على طول دي يا دكاتره عايزه واحد لعيب بقى عايز واحد حريف قوي. ليه؟ بصوا يا جماعه والله اللي ذاكر الانفيرتيتي بقى وذاكر 10 10 جواب. ليه؟ بصوا يا جماعه الكيس دي هعرفكم ان هي صعبه ازاي. بصوا يا شباب الكيس دي تحدي والله تحدي.